مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، الحوثيون يهددون باستهداف مطارات وموانئ السعودية والإمارات ردا على قرار التحالف العسكري بقيادة الرياض بإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية للبلاد. مسعى لتدويل العقوبات الاقتصادية على حزب الله والكيانات المتعاطفة سياسيا معه بعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. مجلس الأمن يدين أعمال العنف في ميانمار واستخدام القوى العسكرية المفرطة ضد الروهينجا. في أخبارنا المنوعة، نوتيلا تثير غضب عشاقها بعد الكشف عن مفاجأة أثارت ردود فعل واسعة بعدما أقرت بتلاعبها بمقادير الوصفة المتعارف عليها لدى عشاقها. لاعب الوسط الإيطالي المخضرم نجم أندريا بيرلو يعتزل كرة القدم.